هلا راح تسرع مرة واحدة. السلام عليكم، وبما ان الدنيا صباح الله يسعد صباحكم. اليوم ان شاء الله رايحين الى مدينة الملاهي السوبر لاند، راح نولعها، خليكم معنا. وصلنا، واليوم اليوم المساعد بالتصوير محمد. وهي الناس عمالهم بيفطروا، تعالوا نورجيكم ايش بفطروا واشياء وحركات. عاملين بوفيه مفطور. طيب هلا رح نعمل جولة بالمكان، زي ما انتم شايفين رح نعمل جولة صغيرة، بعدين نجرب كل الالعاب الموجودة هون. طلعوا طيب هلا قبل ما نبلش نجرب الالعاب الموجودة بالمكان، راح اصور صور طبعا، وصور راح انزلهم على الانستغرام. اللي مش موجود عندي بالانستغرام يضيفني، راح يكون الرابط موجود تحت بصندوق الوصف، وراح يكون برضه بنهايه الفيديو راح احط لكم اسم على الانستغرام. والصراحه هاي كنت حابب اصور الفلوج فيها، بس المشكله انه ثقيل كثير، بس لقدام شوي ممكن اصير اصور الفلوجات فيها. وهلا راح نفوت اللعبه هاي، راح نمشي هيك، بعدين هيك. بس انا صراحه اجا لا دي اسمع، انا اخذ صوره بعد ما خلصنا كل المتاع. هلا طالعين، بس ايش مع التسكير؟ لسه دورنا مش هلا، رح نستنى على الدور للنقل الجاي. عينا بالسما. يا جماعة هاي اللعبة اللي كنا فيها هلا قبل شوي. طلعوا اللعبة هاي اللي راح يطلعها، هي أخطر لعبة وأحلى لعبة موجودة هون. هلا برجيكم إياها. هلا يا جماعة راح نطلع على عن جد أخطر لعبة هون، مخيفة مخيفة، اللي بيقولوا لك خطر الموت. أنا مرة طلعتها وصارت رقبتي تجعني على فكرة، بس هلا بنورجيكم إياها. راح أحاول أمسك الكاميرا واحتمال كبير إنها توقع مني. قد ما هي اللعبة مخيفة فيش دور كثير.
مش ناس كتير بيستنوا. المفروض هلا يكون دورنا يا جماعه، بس عشان هقعد بالكرسي الاولاني، المقعد الامامي دائما هو اخطر اشي وكتير بخوف، عشان اصور واقدر اطلع مشاهد حلوه قال لي استنى للنقل اللي بعدها عشان نقدر نصور المقاطع الحلوه. هلا راح نستنى النقل اللي بعدها. هاي هلا انا نطلع والوضع مخيف. هلا يا جماعه قال لي الكاميرا احتمال كتير كتير من ايدك، واحنا مش مسؤولين عن الكاميرا، واذا وقعت مش راح نجيب لك اياها. انا وقعت راح تتكسر لانه الوري كتير عالي، بس خوفني بزياده، بس راح اصور الفيديو. وقعت الكاميرا بنجيب غيرها مش يطلع الفيديو حلو. يلا استنوا المقطع اللي بعده، هلا راح يكون مخيف. هينا طلعنا في بداية الطريق، هلا بتكون بطيئة بعدين بعد بشوي راح تسرع، ف الله معنا. طلعوا يا جماعة عن جد الوضع مخيف، وأنا بصراحة راح أمسك الكاميرا وحدة ونوكلها على الصورة طلعوا. هلا رح تسرع على الفيديو، هلا رح تسرع مرة واحدة. محمد شو تعليقك على اللعبة؟ كانت تجربة كتير رائعة يعني جد. طبعا هو كان ما حداش من المجموعة طلعت معنا، كلهم خافوا يطلعوا لحاله رد يطلع معنا. وهو كمان ايش صار معه؟ طول تليفوني بدي اشوف قد ايش الساعة، فنسيته بايدي، سكر علي حزام الامان، فقدرش احرك ضب التليفون. قلنا للزلمة يوقف عشان يرجع التليفون، بس ما رجعتوش، ضل طالع. يعني التليفون ضل معك ما وقعش؟ اه والله بلاش تصور كمان. يلا على اللي بعده. وهلا اجى معاد البوزة، عبي. طلعوا الحلزون يا جماعة، هذا واقف ماسك البالون تاع الحلزون. طلع هاي. هلا اجى ميعاد الاكل، طلع قد ما هي ملانه وما فيش مكان، حطينا الاكل هون وعمالنا بناكل واحنا واقفين. هلا استراحة، طلع الشباب كيف كلهم نايمين تعبوا، استراحة محارب. هلا بعد استراحة هاي استراحة شو ما تعبناش؟ لا والله انهلكنا. هذا يحيى بقول لكم انهم ما تعبناش، بس فعلا انهلكنا لنا ساعة بنمشي وبنقالي. هلا يا جماعة بدنا نطلعكم على اللعبة هاي. طبعا ممنوع ادخل الدرون اصور هون، بس هيني طلعت صورت لكم من فوق. طبعا عوضنا هذا التصوير بدل تصوير الدرون. We'll be right back.
هون راح تجي وحدة تغني هلا عملكم زوم. طبعا انا شايف كل شيء هون. بدور على الباص يا جماعة ضعت طالع مش عارف وين انا. طيب هلا احنا مروحين هيك راح انهي الفلوج هون يا جماعة. ان شاء الله يكون فلوج حلو، استنونا بفيديوهات جاية، تنسوش اللايك والاشتراك بالقناة. سلامات.